أجل من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. نحن بدنا قديسين. وكون أنت كمان قديس. قديسي الألفية الثالثة إخوتي ما رح نستوردهم من برا، رح نتطلع بولادنا وفيكن ونقول هودي هن. مشان هيك بدي قلكن الكنيسة المارونية اليوم مش جاية تقول مارون لإلي، لا إخوتي، بدي مسيرة حياتكن تكون فيها شهادة، فيها تضحيات، فيها سهر، فيها صمود. شوفوا البؤس اللي حواليكن إخوتي، شوفوا قديش في تعاسة، شوفوا قديش في فراغ، قديش عم بيبرد العالم. من هالنقطة بقول إذا عم بحكي عن البيدر مثل ما قال النص، كلكن بتعرفوا الترنيمة إن شاء الله القمحة اللي انزرعت بقلوبنا تموت وتنمى، هذا إنجيل اليوم، وتزهر قديسين ومحبة. إن شاء الله الناس اللي منشوفهم عدروبنا، منتلاقى فيهم عدروبنا، اللي بيحطهم الله عدروبنا، اللي بيحطهم الله عدروبنا، اللي منرتبط فيهم بدروب الحياة يتلاقوا بوجهك فينا يا ربي. طب هيدا الشيء شو بقول إخوتي؟ بقول بدي بصمتك يا هالإنسان، بدي دقات قلبك، بدي نظرتك الحنونة، بدي إذا أنا ألهمتك تلهم الآخرين. مشان هيك اليوم مارون اللي عم نقرأ عنه كان خميرة طيبة.